السلام عليكم. من الأخطاء المنتشرة جدا عند الطلبة إن هم بيفتكروا دايما إن مع حرف جر. فلما نقول مثلا إن مع العسر يسرا، لما نيجي نعرف كلمة العسر بيعربوها اسم مجرور. ليه؟ على أساس مع دي حرف جر يعني. مع هنا ظرف وليست حرف جر، والعسر مضاف إليه، فمع دايما بتبقى ظرف واللي بعدها مضاف إليه. إلا إذا نونت، لو كانت معا ساعتها تعرب حال، يبقى مع ظرف، ولو نوناها وبقت معا تنوين بالفتحة ساعتها نعربها حال، وهو حد يقول عليها حرف جر تاني.